من أخبار الأهلي لأخبار نادي الزمالك، والزمالك يغلق الباب أمام رحيل محمود علاء في يناير. مسؤولي الزمالك قفلوا الباب تماماً قدام إمكانية رحيل محمود علاء مدافع الفريق وهدافه في الدوري خلال شهر يناير الجاي، وده بعد ما بعض الأندية العربية أظهرت رغبتها في التعاقد معاه بعد تألقه الشديد. الزمالك شايف أن رحيل محمود علاء في يناير هيأثر بالسلب على الفريق. تمام، طبعا بعد تألق محمود علاء طبعا في مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي واللي فاز بيها الزمالك، طبعا خد صعب يفرط فيه. طبعا اهتمام كبير جدا. جروس يستبعد رحيل بهاء مجدي ايضا، ومصطفى فتحي يستبعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك فكره رحيل بهاء مجدي الظهير الايسر للفريق في شهر يناير، خاصه ان طبعا من اللاعبين اللي بيثق في قدراتهم وشايف ان اللاعب يتطور بسرعه. كمان مسؤول الزمالك رفضوا فكره رحيل مصطفى فتحي خلال الانتقالات الشتويه. ده الزمالك يعني عنده نجوم كتير جدا، واعتقد اللي بيلعب 11 بس، فده اللي عامل المشكله اللي احنا بنسمعها على طول. الزمالك بيستعاد للاتحاد السكندري بتدريبات استشفائيه للاساسيين. فريق الزمالك اتدرب النهارده الصبح في ملعب فندق الاقامه في برج العرب، والتدريب اتقسم على اثنين، بحيث ان اللاعبين الاساسيين اللي لعبوا مباراه الانتاج الحربي امبارح في الكاس اتدربوا تدريبات استشفائيه، وباقي اللاعبين اتدربوا تدريبات قويه. الزمالك طبعا بيستعد لمواجهه الاتحاد السكندري يوم السبت الجاي بذهاب دور ال 16 للبطوله العربيه في ملعب برج العرب. بمناسبة اللعيبة، النهاردة كان عيد ميلاد طارق حامد، وكل اللعيبة احتفلوا بيه وجابوا له تورتاية، بنقول له كل سنة وانت طيب طارق حامد. حبيبي من اللعيبة الرجالة في مصر، وطبعا واحد من أعمدة نادي الزمالك وأعمدة منتخبنا الوطني. كل سنة وانت طيب طبعا لطارق. ليه ما بيعزمونا على طارق حامد؟ هم عزموني بس أنا للأسف هم في برج العرب بقى، هروح ازاي؟ هم عزموني يعني انا يعني انا شكلي لا لا طبعا ممكن تعزموني انا كمان تبقوا بليز هلو. تدريبات تاهيليه للونش واساسي ثنائي الزمالك محمود الونش وفرجاني ساسي خضعوا طبعا لتدريبات تأهيلية النهاردة نظرا للإصابة طبعا اللي تعرضوا ليها بمزق في العضلة الضمة، وإصابة طبعا ساسي بشد في العضلة الضمة أيضا، وطبعا الاثنين فرصتهم ضعيفة في اللحاق بمباراة الاتحاد السكندري طبعا لضيق الوقت.